ازاي نحافظ بقى على الطاقات الايجابيه؟ زي ما قلت، اول حاجه احنا مش هنقدر، يعني خلينا نتكلم كده لوجيك، مش هنقدر نعمل كل اللي كنا بنعمله في رمضان، بس برضو ما ينفعش ان احنا بعد ما وصلنا لكده، وصلنا نرجع على للقمه صفر على دي، ابيض. فجاه ننزل مره واحده. بالظبط. عشان كده حتى احنا عندنا في 6 ايام بيض اللي هو اللي هم في ست شهر ايام من شوال. في شوال، وممتدين معانا طول الشهر ده، عشان احنا ننزل للموضوع تدريجيا، ما نبقاش كنا بنصوم وبنصلي وفجأة قطعنا يعني مرة واحدة. فسبحان الله، فعندنا مناسك كتير قوي وعادات كتير قوي كنا بنعملها في رمضان، مش هينفع ان احنا نقطعها مرة واحدة. فتحس كده بعد ما انت بقى في سمو كده في روحك وحاسس بطاقة إيجابية، فجأة تلاقي كل ده راح منك. وهنا بنقول ايه؟ بنقول عايزين ننظم بقى كده الاوقات بتاعتنا بعد رمضان، وننظم الاعمال اللي احنا كنا بنعملها، نحاول ان احنا نحافظ عليها بعد رمضان، حتى لو بنعملها. يعني ايه المشكلة ان احنا نعمل جدول لنفسينا؟ ونمشي عليه. يعني احنا اتكلمنا قبل كده مع بعض في ان احنا ازاي نقدر نحدد اهداف، وازاي ان احنا نقدر بالظبط. نخطط لحياتنا وكده. هو بقى ده، يعني ده الوقت اللي احنا عايزين فعلا التخطيط بقى والاهداف وكده تبقى قيد التنفيذ. لان انا رمضان انا بعمل كده عشان ده شهر رمضان، لان بقية الشهور لو انا بقى مش عندي هدف، لا مش انا مش هقدر، همشي، مش هسال عليه. مش هقدر ان انا هنسى حاجات كتير انا كنت بعملها. فلازم يبقى عندي هدف. يعني على سبيل المثال، يعني ايه يبقى عندي هدف؟ احنا عندنا مثلا لو قلنا مثلا على العبادات، مثلا انا في رمضان كنت بختم القرآن، وفي ما شاء الله ناس بتختم القرآن مرة واثنين وثلاثة. ما شاء الله. طب خلينا نقول ان احنا عايزين نختم القرآن تاني مرة بعد رمضان، مش لازم في شهر، يا يعني سيدي خليها في شهرين، خليها في، بس لازم يكون عندي هدف، لازم يكون عندي حاجة انا ماشي عليها بعد رمضان. هو الفكرة انا انهيت الشهر الكريم، خلاص انا خلصت رمضان، ما انهيش كل الحاجات اللي كنت اعملها في الطاقة. بالظبط انا اي نعم مش هقدر احافظ عليها، ومش هقدر اعمل نفس اللي كان في رمضان، بس هحاول اقلل الحاجات دي، وبس اسير عليها، احافظ عليها على النهج يعني. احافظ عليها واحط لنفسي هدف. يعني انا محتاج ان انا زي ما قلنا مثلا لو احنا بنقول في العبادات، محتاج ان انا اختم القرآن تاني، او اقرا جزء مثلا كل يوم كل اسبوع، مش مهم قد ايه، بس المهم ان انا حافظ على السلوك. انا وصلت لسلوك كويس، مش عايزه تاني يقل من عندي، او مش عايز تاني احس ان انا يعني هبطت كده مرة واحدة. فده يحصل ازاي؟ ان انا حافظ على الاستمرارية، مش مهم بالكثافة بتاعت رمضان، هي محدش هيقدر الطاقة يعمل اللي احنا كده. بنتكلم عليها بقى، هنا الطاقة بقى دي الإيجابية. الطاقة، عشان احافظ على مخزون الطاقة. عارف هي طاقة الانسان هي طاقة متغيرة، يعني احنا دايما بيقابلنا مواقف، احنا مش هنقول ان الحياة كلها ايجابية وكل حاجة حوالينا بتصير بشكل ايجابي 100%، لا طبعا بنقابل طاقات سلبية وبنقابل طاقات إيجابية. ايجابية. بس هنا الفارق بقى بين حد والتاني ايه؟ ان انا عندي مخزون كبير من الطاقة الايجابية، فما فيش سلبيات تقدر تأثر فيها بسهولة. وطبعا ما فيش غير شهر رمضان بيدينا شحنه ايجابيه عاليه قوي، يعني بالظبط ممكن نستمر بيها طول السنه كلها.